السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. ليس جهاز الجمعة. عليكم السلام عليكم. صوت واضح عندكم؟ واضح. جيد. زين ترى. واضح. اوكي، اول احنا قلنا محاضرة اليوم هي كمراجعة لما اخذناه بالستاتيك، حتى اللي يكون اللي بعده راح يكون ان شاء الله الامتحان الخاص بالمادة. كان مطلبكم انه هذا المثال ما مفهوم، اللي هو سوي لكم شير، اللي هو الهومورك الاول بالمحاضره الاولى، هذا اللي امامكم: determine the magnitude of the resultant force acting on the CQI and its direction measured clockwise from the x axis. عاده بالمسائل من نحلها اكو مثل ما يقولون انه احنا اهم شيء اي شيء يعني حتى نعرف المطلوب هو عادة نلقاه وراء كلمة determine، وراء كلمة مثلا resolve، وراء كلمة calculate، وراء كلمة find، يعني المجهول هنا راح يكون. من أجل أقرأ هذه المسألة اللي أشوف أمامي هي قوة قوتين، هذه قوة 2 كيلو نيوتن و 6 كيلو نيوتن. مطلوب من عدي، مطلوب أول مرة the magnitude، يعني القيمة المقدار، شقد الرقم of the resultant force، يعني أول شيء مطلوب عندي المحصلة، هذا مطلب واحد عندي هنا، هذا المطلب الأول. and its direction، المطلب الثاني يريد اتجاه. احنا ايش قلنا الدايركشن مال الريزلتنت هو ثيتا، لكن شنو هنا اللي أكد انه measured clockwise، يعني مقاسة مع اتجاه عقرب الساعة من الـ X axis. أي إذا طلعت لي المحصلة مالتي هنا بهذا الشكل، هذه مثلا محصلتي كانت، فأنا اللي أحتاجه أحتاج ثيتا من هنا إلى X. هي من هاي الجهة مو خطأ الثيتا، لأن هي نفس القيمة، لكن شنو اللي العفو مو نفس القيمة، وإنما خلينا نقول تعطيني نفس المعنى اتجاه اللي الريزلتنت. فاللي مطلوب هو يريدها مقاسة ما عقرب الساعة من الأكس أكسس، من هذا المقدار، يعني من أكس أكسس مع اتجاه عقرب الساعة إلى المحصلة، فمطلوبة هذه القيمة المطلوبة عندي. خلينا نجي للحل مالته. أول خطوة حتى أحل وأتعامل مع حلي إنه أنا أرسم الـ FBD، الـ Free Body Diagram، حتى لأنه إذا طلعتوا بعضكم إذا طلع على الأسئلة اللي بالكتاب، هناك أسئلة يعني من تشوف من شكلها مثل ما يقولون تخاف من عتها، مثل سيارة، فد شخص شايل فد شيء، فد ذراع غريب، فد جسم إنسان وإيد وكذا. هذا هو مثل ما يقولون هذا الشيء العملي، لكن انت كمهندس انت تحتاج جاي تدرس مثلا هسه احنا الان بالستاتيك جاي نركز على تاثير القوه على الجسم الثابت. فانا شو اريد؟ ما اريد الشكل اللي انا جاي اتعامل وياه، وانما اريد فد رسم تخطيط للشكل حتى شنو؟ حتى افهم القوه المسلطه. فانا اول ما اجي ارسم الفري بودي دايجرام قبل ما افكر بالحل شنو وشنو المطلوب وشنو المعطى، اجي ارسم الفري بودي دايجرام. الان من اجي الى رسمي هذا، ارسم هذه القوه عندي اللي هي 2 كيلو نيوتن، وعندي هذه القوه اللي هي 6 كيلو نيوتن، ورسمت المحاور الاكسس. الان من اباوع للرسم عباره عندي عن محاور، وعندي متجهات فيكتورز مائله بزاويه. شو احتاج؟ احتاج ريزلتنت. احنا طبعا بالريزلتنت اعطيناكم طريقتين اذا عندنا قوتين فقط. طريقة انه احنا نكمل المثلث بهاي القوة ونحله، وطريقة لا، انه انا بالنسبة لي كأستاذ اعتبرها اسهل لي، انا ايدي ما اخذ عليها، انه انا احلل القوة مالتي الى f of x والى f of y. شباب صوتي واضح؟ جاي يطلع عند النت؟ واضح. جاي يطلع عند النت؟ ما جاي يقطع؟ لا طلع واضح. مو الزوم جاي يعطيني خلل. اوكي، فايش عندي؟ عندي هذه القوة مالتي أحللها إلى مجموعة X F of X
وأحلل إلى f of y. ثم شو أسوي؟ أجمع شكو عندي خاص بال f of x. إذا كانوا كلهم بالاتجاه واحد فكلهم جمع، إذا كانوا باتجاهات مختلفة أفرض الاتجاه أنا بكيفي أفرضه، مثلا أقول على اليمين شكو على اليمين موجب، شكو على اليسار سالب، أجمعهم طلع عندي summation f of x. أجي لل f of y نفس الطريقة أسويها، من وراء ما جمعتهن لأني حاصل جمعهن وكل وحدة تربيع تحت الجذر راح يطيني المحصلة حسب نظرية فيثاغورس. فهنا الآن ولا ما رسمنا الفري بادي دايجرام، أجي للقوة الأولى أحللها إلى قوتين f of x 2 و f of y 2، أنا هنا رامز لها القوة الثانية. القوة الأولى هذه أيضا أحللها إلى قوتين f of x 1 f of y. طبعا خلنا نتفق على شغلة، إنه أنا من عدي القوة بهذا الاتجاه على سبيل المثال، قوتي بهذا الاتجاه، فما معقولة من أحلل القوة مالتها أقول أن الـ f of x هيجي والـ f of y هيجي، ما تصير. فلازم الـ f of x والـ f of y يكون باتجاه القوة، يعني هن شني؟ هن القوة محللة، فهو مو يصنف عكس القوة. فهذه القوة مالتي شو ينتج عنها؟ ينتج f of x بهذا الاتجاه وينتج f of y بهذا الاتجاه. هذا بس حتى نعرف خاف واحد يدوخ وين أودي المركبات اتجاه مالتي. الآن أجي f of x1، طبعاً البارحة أحد زميلاتكم طرحت سؤال إنه بخصوص إنه أنا شو وقت أستخدم كوساين وشو وقت أستخدم ساين. خلينا نتفق على شيء، إنه ماكو شيء ثابت شو وقت تستخدم كوساين وشو وقت تستخدم ساين. إحنا إيش عندنا؟ عندنا أي قوة. الآن أنا عندي على سبيل المثال عندي القوة الأولى هذه اللي هي 6 كيلو نيوتن، رسمتها مرسومة عندي، وعدي الزاوية وين موجودة؟ الزاوية جاي أشوفها بينها وبين الـ f of x، يعني عدي من هنا عدي هنا قوة. أوكي؟ الـ f of y من هاي الجهة، هذه الـ f of y، بدل ما أدوخ هاي الزاوية هنا عدي، نكتبها لك أحسن، هذه الزاوية عدي قريبة كوساين، العفو القريبة كوساين قريبة على الزاوية، نقدر نقول القريبة كوساين. ونقدر نفس الشيء أنا اللي أريد قصده إنه أنا هذا الضلع نفس الـ f of y أكمل به المثلث، هو هاي. إذن هذا هو نفسه، هذا ما اختلف شيء. فأنا الآن صار عندي عبارة عن مثلث قائم الزاوية وبي زاوية معطاة ثيتا، فبالتالي أجي أحله الـ f of y هنا شي يمثل لي المقابل فراح ياخذ ساين، الـ f of x يمثل لي المجاور راح ياخذ ثيتا. بعض الأحيان لا بالعكس، مثل أنت معطاة هاي الزاوية وعندك الـ f of x هذه، فالـ f of x هنا شي راح تاخذ؟ راح تاخذ ساين، والـ f of y العفو لا مو هنا الثيتا، وإنما هنا هذه ماكو، هذا عندي الثيتا موجودة هنا، فإذا أطلع f of x هنا اختلف عندي، هذه f of y وهذه f of x المقابلة، فمن المجاور هنا ياهو صار عندي f of y، إذن f of y راح يأخذ كوساين والمقابل راح يأخذ الساين هو اللي f of x، فاختلف الموضوع. فالموضوع هو مو حفظ، يعني مادة الميكانيك هي مو حفظ، وإنما أفهمها شلون جاي يصير. أكثر شيء جاي نعتمد عليه إذا أنت يعني قريت المحاضرات وشوف بعدك ما تعرف موضوع الزوايا وشلون تطلع قيمة، فارجع للرياضيات، لأن الرياضيات أساس كل شيء بالهندسة، فضروري موضوع المثلثات وموضوع الزوايا تطلع عليه. anyway، فش عندنا f of x1 هي تساوي لي f في كوساين 60، هاي f of x1 في كوساين 60، 6000 في كوساين 60. هسه هنا ليش 6000 وهي 6؟ لأنه الوحدة بالكيلو نيوتن، فحولناها إلى نيوتن. طبعا تقدر تخليها على كيلو نيوتن كلش طبيعي، قول 6 في كوساين 60،
بس انا مثلا ماخذ ايدي على انه انا نيوتن فحولتها الى نيوتن. اكو ملاحظه مهمه قبل ما تبلش بالحل، انتبه لوحدات القوة هل هي متساوية ام لا. هاي الملاحظة خليها في بالك جدا مهمة من تريد تحل، وبالذات الريزولتر عندنا المومنت اي شيء الكميات اللي نتعامل وياها الكوانتيتيز لازم اليونت مالتها تكون متساوية، هذا جدا ضروري. فالان الوحدتين موجودة كيلو نيوتن، فاذا انت بالسيفتي سايد ووجوده وحدة نيوتن وحدة كيلو نيوتن، اذا لازم يا اما تحول النيوتن الى كيلو ويا اما تحول الكيلو نيوتن الى نيوتن، فلازم الوحدات تتوحد عندك. اذا لقيت كي جي اللي هو للماس لازم تضربها بالتعجيل حتى تحولها الى نيوتن. ف اف اوف اكس 1 اللي هو اف كوساين 60، 6000 كوساين 60 عند 3000 نيوتن، هذه اف اوف اكس 1 هاي الاولى. بالنسبه للاف واي مضروبه بالساين 60 راح تعطيني 5196 بالنسبة للأفواي. هاي طلعت الأولى. أجي للثاني. الثاني نفس الشيء راح أسوي المثلث مالتي مائل بزاوية 45، هذه القوة F2 وعندي FRY المقابل وFX. نفس الشيء F كوساين 45 راح يطلع 1414، والF ساين 45 راح يعطيني نفس القيمة لأنه الـ 45 ساين هو كوساين متشابهات. فالثاني الآن متساويات. الآن شو أجي أسوي؟ مثل ما قلنا أخذ عندي بعد قوة ثالثة، ما عندي، عندي بس اثنين، أنا جاي أطلع محصلة مال قوتين. أخذ الـ F of X1 زائد الـ F of X2، أقول summation RX، أنا هنا ربزت لـ RX وتقدر تقول بس F X. RX هو summation للـ FX، وطيته إنه أنا إذا على اليمين موجب، فش اجي؟ اجي اجمع القوة. ايش عندي على اليمين؟ عندي FX2 على اليمين اللي هي 1414 تكون موجبة. FX1 هي على اليسار عكس الاتجاه اللي فرضته، فبالتالي سالب. تطلع النتيجة سالب 1586. طبعا يطلع سالب موجب الثلاث دوخ، مجرد السالب عكس فرضيتك. الـ RY فرضته للأسفل يعني موجب. ليش فرضته للأسفل موجب؟ لأنهن القوتين هن للأسفل، فما معقول الأف واي تطلع للأعلى سمويشن، ففرضت موجب. ف 1414 زائد 5196 يعطيني 6610، هذه محصلة الأف واي. الآن أجي R اللي أنا أريده، الريزولتنت اللي أنا أريدها هي تقول تساوي جذر RX تربيع السمويشن زائد RY تربيع الحاصل الجمع اللي طبعا عندي تحت التربيع، طبعا السالب راح يروح تحت التربيع، راح يطلع عندي الناتج 6797.6. هذا شنو هو؟ هذا يمثل لي ريزولتنت. هنا واضح شباب؟ واضح جيد. اسمع بس صوت طالب واحد. اوكي واضح دكتور. ايش نحتاج؟ نحتاج الدايركشن. عاش فيكم. ايش نحتاج؟ نحتاج الدايركشن. الان من اسمع كلمه دايركشن معناه احتاج ثيتا. انا ايش عندي؟ عندي ثيتا ما اذا مات المحصله، اجي للمحصله مالتي نفسها اذا رسمتها. الان المحصله هاي القوه 2 وهاي القوه 6، بديهيا انت اذا بتفاعلها المحصله راح تروح بيا اتجاه، طبعا تروح المحصله الاتجاه الاكبر. يعني شلون؟ يعني المحصله تطلع هنا مثلا، ما راح تطلع هنا لان هي هاي القوه اصغر من هاي، فهي حاصل جمع ثني راح تميل المحصله الى هذا الجانب، هذا تلقائيا شيء ثابت. ف صح هذه. ايش عندي؟ من اطلع من اريد اكمل هذه اريد احللها على اثنين، اذا اريد اسوي مثلث لنفس هاي المحصله اللي طلعت عندي، فنفس الشيء عندي اف اوف واي وعندي اف اوف اكس، وهذه عندي ثيتا. هذه الثيتا اللي منين تطلع هاي الثيتا؟ قانونها شو يقول؟ يقول تان الثيتا هو المقابل على المجاور. المقابل يا هو هو اف ار واي، والمجاور يا هو المجاور هو ار اكس. اذا ار واي على ار اكس راح يعطيني قيمه الثيتا اللي هي ثيتا تان انفيرس ار واي على ار اكس
يساوي لي 76.5، طلعت لي قيمة الثيتا. هنا انتهى الحل. شو تقولون الشباب، انتهى الحل؟ لا ما انتهى الحل. ليش ما انتهى الحل؟ ليش ما انتهى الحل؟ انه هو هنا ما قال لي اعطيني الدايركشن مال الريزلتنت وسكت، قال لي لا اريد الدايركشن مال الريزلتنت measured clockwise from x axis. يعني شي يدور، جاي يدور على هاي، يقول لك حتى لو طلعت الثيتا انا اريد هاي. فتلقائيا بما انه هذا خط مستقيم الزاويه مالته ايش قد 180 ناقص ثيتا راح يعطيني هاي اللي انا لمست لها بيتا. فبالتالي ثيتا زائد بيتا يساوي 180، 180 ناقص 76 يعطيني 103.5. هذا هو المطلوب. واضح؟ اكو واحد عنده سؤال على موضوع الريزلتنت؟ استاذ بس على مود الفرضيه ما نفرضها اللي فوق موجب اللي جوا مثلا سالب وكذا، شلون استاذ؟ شوف عليها شوي. بالنسبه للفرضيه، الفرضيه هي خاصه بك، ايش تفرض مو خطا. بس شنو اللي عندنا يطلع؟ اذا طلع عندك سالب الناتج مثلا هنا معناه فرضيتك خطا. بس وين وين خطا؟ يعني كمهندس الفرضية اللي فرضتها خطأ، بس كقيمة وكناتج وكحل لا مو خطأ صحيح. حتى أنا ما لي علاقة، أنا الآن أستاذ من أريد أصحح لك، أنت وين تفرض افرض، أنا ما يضرني شيء. أنت وين تفرض، لأن يعني أنت تعتمد على مخيلتك، ماكو فد قانون ثابت وين تفرض. بس بعض الأحيان مثل أنا من عندي قوة، على سبيل المثال هذه القوة الأولى، هاي القوة الأولى هي حول إلى متجه، هذه القوة عندي. فأنا من عندي هذه القوة بديهياً الـ f of x مالتها وين راح تصير؟ راح تصير بهذا الاتجاه. الـ f of y يصير بهذا الاتجاه. عندي قوة ثانية من هذا الاتجاه، فبما أنه عندي أنا هاي القوة وهاي القوة للأسفل، يعني الـ f of y مالتها راح تكون للأسفل، والـ f of x مالتها راح تكون لهذا الجانب اللي كنا وياه. فتيجي تريد تفرض أنت، أنا هنا فرضت الـ rx إذا على اليمين موجب، أنت فرضها بالعكس كطبيعي، قول أنا إذا على اليسار موجب، فرضها على اليسار موجب، الواحد أربعة واحد أربعة راح تكون سالب، 3000 تكون موجب، فالناتج راح يطلع عندك موجب. إذا فرضيتك اللي أنت فرضها صحيح، طلع السالب معناه طلع عكس فرضيتك، وما راح يضرني السالب بشيء. نفس الشيء بالنسبة للآر واي، لو فرضت للأعلى فراح يكون الواحد أربعة واحد أربعة سالب، والخمسة واحد تسعة ستة أيضا سالب، لأن الاثنين نفس الاتجاه، وراح يطلع الناتج السالب ايضا عكس فرضيتك. نفس الشيء بالنسبه للمومنت، المومنت اذا فرضته بالعكس وطلع سالب ما راح يضر شيء بحلك، حلك هم صحيح، بس مجرد الاشاره اختلفت ما يعني انه انت فرضت عكس الفرض الصحيح، وهذا شيء لا تتنقص عليه ولا شيء به خطا. كلير؟ مشكور دكتور، حياك الله. شباب من عنده سؤال على الريزلتنت؟ ماكو سؤال؟ جيد. عندكم المطلوب الثاني لكتشر 4. نروح على لكتشر 4. لكتشر 4. لكتشر 4 بيج 5. شباب روحوا لي إلى بيج 5. Page 5, example 7. هذا المثال انه بعض زملائكم طلبه. شنو بالضبط ما فاهمينه حوله؟ يعني تردون إعادة شرحه لو شنو بالضبط؟ إذا بيكم من الموجودين واحد سأل عنه، مو من الما موجودين. أشرحه هو كامل أم عندكم شيء حوله؟ شرحها كله. شرحها كله؟ سهلة عندك سجاد. اوكي. طبعا the isometric roof truss is of type used when an abnormal angle of incidence of sunlight into the south facing surface ABC is desirable for solar energy purposes. هذا الحكي بالمقدمة كله انا ما يفيدني.
نعم كمهندس يفيدني انه جاي يقول لي هذا التراس عباره عن ايزومتريك، يعني مو متشابه الشكل، يعني مثلث شوفه مو متشابه الشكل، مو سيمتري حول المحور، وهذا يستخدم عاده للسطوح اللي يستفاد من عده بالسولار انرجي والساين لايت اللي يستخدم للسولار انرجي بس لاغراض السولار انرجي. شو نريد احنا؟ نريد المعلومات ما بعده. بعض الاحيان تجيك المساله بيها شرح هواي، مثل سيارة على سبيل المثال حلوة راكبينها أربعة تمشي بطريق مستقيم، أو لا طريق مستقيم هاي تفيدني راح ناخذها، لا تمشي مثلا في طريق وصار كذا ومطرت الدنيا، أكو معلومات تضاف للسؤال هي من باب خلينا نقول التمويه، يعني شلون مثل ما يقولون حتى تبين الطالب فاهم المطلوب لو لا، يعني إذا أكتب له قبل ديترمايند يعني معناه طالب وجبته وجهته على الديترماين ما اعرف شنو المطلوب من السؤال. ف فهنا نكمل the five vertical loads. هنا بدا عندنا المهم، يقول احمال five vertical loads represent the effect of the weight of the truss and supported roofing material. ايش عندنا؟ عندنا خمسه احمال مسلطه تمثل لي الوزن اللي هي 1 2 3 على التراس اللي موجوده. يقول 4 نيوتن لود، 4 نيوتن طبعا ايش عندنا ذني؟ عندنا 3 يمثل لي الويت اللي تشوفه 500 500، و2 تمثل لي السبورتنج ماتيريال. فعندنا يقول 4 نيوتن لود، هذه ال 400 سوري مو 4 400 represent the effect of wind pressure. ال 400 هاي شو تمثل؟ يعني هي resulting مال الويند بريشر، تعرف انه الويند من ياثر هو ياثر بهواي اتجاهات، يعني شلون اذا تذكرون اخذنا بالسنترويد، يعني راح يكون عندي هيجي 1 2 3 4 5 6 7 الى ما لا نهايه بعدد جزيئات البارتيكل مالت الرياح. فريزولتنت مال البارتيكل قال لك انه هي 400 نيوتن. ديترمايند جينا للحكي المهم، ذا ايكوفالنت فورس كابل سيستم ات اي اولسو كومبيوت ذا اكس انترسبت اوف ذا لاين اوف اكشن اوف ذا سيستم ريزولتنت ريتد ات ذا سنجل فورس ات. فعندنا جزئين، الجزء الاول انه انا اريد الايكوفالنت فورس كابل سيستم عند اي، يعني اريد كل القوة المومنت اللي مسلطة عندي حول نقطة اي، مثل ما تلاحظ هنا عندي قوة مجهولة ما عندي قوة مجهولة، عندي كل القوة موجودة لكن عندي عبارة عن ديستانس ما موجودة، عندي مسافات ما اعرفها هي اللي يحتاج اطلعها. ليش احتاج المسافات؟ اذا تتذكرون قانون المومنت يقول اف في دي، اف في دي المومنت يساوي F سوري F في D. ال F هي الفورسز مجموع القوى المسلطة عندي، في حين ال D هو يمثل لي حتى لا ننسى perpendicular distance between the line action of the force and the point where the moment about it. يعني يمثل لي المسافة العمودية بين خط تأثير القوى وبين النقطة اللي احنا محتاجين المومنت حولها. فهنا بهذا السؤال اكثر شيء هو ما عندي الدي، فاحتاج قيم الدي حتى اقدر احل. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني يقول the x intercept of the line of action، يعني ال resultant force، من اطلع resultant force لهاي القوة هاي ال resultant راح تقاطع وي x axis، هو يريد هاي النقطة اللي تتقاطع مع x axis. إذا قال معه y intercept فيحتاج القوة اللي تتقاطع مع ال y axis. خلينا نجي بالحل، نرسم ال free body diagram، حتى لو تشوفه مخطط لازم ترسم ال free body diagram. طبعا بالسؤال هو ال free body diagram راسمه بالأخير. هذا ال free body diagram عندي خمس قوة، عندي قوة مائلة بما أنه أنا أشوف كل القوة اللي عندي عمودية، وعندي قوة مائلة، القوة المائلة يرات تتقسم إلى قسمين، يعني f of y والعفو مو تتقسم وإنما تحلل إلى f of x و f of y.
طبعا شو راح تلقى الزاوية تستفاد من عندك 60 بـ30 راح نعرف شلون نطلع الزاوية مالته. شنو اللي نحتاجه احنا؟ نحتاج انه احنا نطلع المومنت. احتاج اطلع المومنت حول اي، اجي للمسافات اللي موجودة كل قوة، هو ايش راح يصير عندي؟ summation of the forces. اجي لل 250 ابدا من هنا، هذه القوة الها مومنت لو ما الها مومنت؟ شو وقت ما يكون الها مومنت؟ اذا كان اللاين مال الاكشن مالتها على نفس النقطة، يعني يمر بالنقطة مو عمودي، يعني بهاي الحالة شنو القوة اللي ما راح تأثر في اف؟ يعني اذا ردت 250 اخليها ما تأثر، شلون اخلي اتجاهها؟ شو تقولون شباب؟ افقي بمحور اكس. جيد، تكون افقية سواء بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه ما راح يكون تأثير. ليش؟ لان ما الها دي، دي ماكو فما الها. بما انه هسه ذني عموديات يتقاطعا مع الـ الـ يعني اللاين اكشن مالتهن باكو مسافه دي عموديه، اذا الهن مومنت. فالاولى اول وحده ال 250 ايش قد الدي مالتها؟ عندي مسافه معطاه 5 زائد 5 10، اذا القوه الاولى خلصت، هذه عرفناها. نجي القوه الثانيه 500 في اي. هنا اذا تلاحظ هذا المثلث، بس هذا المثلث بي زاويتين متساويه، فبالتالي هاي الزاويه هنا متساويه باختبار مجموع زوايا المثلث 180، فعندي هنا 120. اذا هاي النقطه بالضبط تنصف هذا الشكل للمنتصف. اذا ال 500 تقاس من هنا الى هنا، هاي 5 المنطقه وهاي 2.5 باعتبار 5 على 2 2.5 بالنسبة لل 500. بالنسبة لل 500 الثانية اللي عندي هي راح تكون مضروبة في الخمسة، محددة نقطتها من هنا إلى حد نقطة أي 5. بالنسبة لل 500 الأخرى فأيضا تنصف نفس الجسم إلى المنتصف، تنصفه إلى المنتصف. حتى أتأكد أنا من حلي بالنسبة لأن القوة واضحة، أجي أحسب ايش عندي انا هنا. عندي اذا باوع للقوه هذه المثلث، هذا المثلث بدون الدواخل اللي بداخله، ارسم المثلث مالتي الاصلي هذا عندي. هذا هو التراس هذا شكله، وعندي زاويه 60. فش اسوي؟ احاول اطلع الاضلع الما موجودة حتى يسهل علي الحل. ايش عندي انا؟ عندي هذا معطى، هذا ايش قد طوله؟ هذا طوله 10. 10 شلون؟ 5 زائد 5 10. بالنسبة لهذا الشكل اللاين ما اعرف ايش قد طوله هذا، ولا هذا اعرف طوله، شلون اقدر اطلع الطول مالته؟ ويا شباب وياي، لا سؤال لكم هذا السؤال. ساين الثيتا المقابل على الوتر. جيد، والثاني هو راح يمثل لي الكوساين. شباب انا اللي جاي اشوفه انه فقط سجاد وحيدر اعتقد جاي يشاركوني بالكلام، فالبقيه شنو فائده البث المباشر اذا ما تحجون؟ كذلك زميلاتنا الطالبات يعني. فاذا انت ما تحكي شنو فائده البث المباشر؟ اوكي. فعندي هذا المثلث الزاوية 60 المقابل على هذا، يمثل لي الوتر هنا. بس ها الوتر مالتي، بس حتى ميز الوتر مالتي ما يضيع علي، أنا عندي هذا 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 الوتر مالتي هنا، أنا عندي الزاوية 90. هنا الزاوية 90 فوق الزاوية، فالوتر مالتي هذا يمثل لي العشرة. إذا الوتر معطى عندي وعندي زاوية، فكوساين خلينا نقول هذه الزاوية يمثل لي المقابل على الوتر اللي هو يهوه اللي هو
CF. CF يطلع CF يساوي لي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ساين او راح يساوي لي AF في ساين 60. هذا يمثل لي الاي اف اي الى اف، وهذا يمثل لي السي اف طلع عندي. هذا ايضا راح يمثل لي الاي اف في كوساين 60، وراح يطلع الناتج مالته 2.5 مثل ما هو متطرق له فوق بالسؤال. طلع عندي هذا وطلع عندي هذا. شو احتاج بعد؟ شو احتاج نقطه؟ عندي قوه 500 ما اعرفها بالضبط وين تصير. فلو نصفت هذا الشكل مالتي على سبيل المثال، اقول هنا أنا واضحه عندي هذا مثلث فوضحها عندي انه متساوي. لو هذا المثلث ما عرفت ايش قد، فنفس هاي النقطه اسقطها للمنتصف بصوره عموديه. عندي 60 وعندي الوتر اللي طلعته اللي هو يا هو اللي هو اي سي من عنده، طلعت المقابل وطلعت المجاور. بما انه طلعت المجاور، اذا ال 500 الثاني عرفت ايش قد تبعد عن الاي، واضح؟ من البي، من البي ايضا اقدر اسقط واحد واطلع هذا الوتر ايش قد. هذا الوتر ليش احتاج اطلعه؟ شنو فائدته؟ سؤال لكم شباب. الذراع مع القوه مال 400. احتاج اطلع الدي مالت ال 400 بدل ما اروح احللها الى قوتين. هي نفسها الدي مالتها، هو هذا يمثل لي هذا الدي مالتها. فراح اطلع هذا الوتر راح يطلع عندي الدي. هذه موضوع المثلثات والزوايا، هذه طريقه تحل بيها. او هو شلون حال اللي بالمثال؟ حالك اياه لا بهذه الطريقه. الاي سي انا اشوف اللي شرحت لك اياه يكون ابسط. المهم ايش طلع عندنا الاي اي؟ الاي اي هنا المسافه منا لهنا طلعت 2.5، وهذه طلعت الاي سي طلعت 5. الاي سي طلعت عندك 5 والاي اي طلعت عندك 2.5. الان تجي احنا طبعا صاير تقديم وتاخير بالسؤال، هذا هنا اتركه ما لك علاقه به الا المومنت مباشره. المطلب الاول احتاج المومنت. ايش راح يصير؟ نبدا افرض فرض، هسه هو فارضه بهذا الاتجاه مع عقرب الساعه. ايش عندنا المومنت الاول؟ 400 في الدي مالتي ايش قد؟ 2.5 زائد هذني كل 500، فعامل مشترك يصير في المسافه. ال 400 الاولى مضروبه في ايش قد؟ في 2.5. ال 400 العفو ال 500 الثانيه مضروبه في ايش؟ في 5 متر. ال 500 الثالثه مضروبه في 7.5، ولذلك هنا 500 هذا عامل مشترك وحط المسافات 2.5 زائد 5 زائد 7.5 زائد بقت عندي قوه ال 250 في 10 راح يعطيني 11000 نيوتن بالمتر وحده المومنت. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني اللي هو شنو هو؟ احنا ايش عندنا؟ اذا كانت عندي ريزولتنت هذه وعندي هنا نقطة A، عندي نقطة A، فشو يحتاج هو؟ وهذا طبعا ها شنو؟ هذا يمثل لي الاكس اكسس. النقطة A هذا الاكس اكسس، هو شو يريد؟ يريد النقطة اللي تتقاطع معها اللاين اكشن مال الريزلتنت مع اكس اكسس. يعني شو يحتاج؟ يحتاج معناها هاي المسافة من هنا إلى أي. هاي شلون أقدر أطلعها؟ أقدر أطلعها بطريقة المومنت، باعتبار المومنت شو يقول؟ المومنت يقول M تساوي لي، هو ما يقول بس قانونه يقول F في D. الاف هذه هي شو تمثل لي؟ يا اف من عتم تمثل لي الريزلتنت، اطلع المحصله مال كل القوه هذه طلعت عندي وحده. المومنت انا اصلا طلعته، يعني المومنت اللي ينتج على اي قوه
هو نفس المومنت اللي ينتج عن بقية القوة مجموعا. يعني احنا مو قلنا ذكرنا بالمحاضرات انه اذا كانت عندي محصلة فالمومنت اللي ينتج عن المحصلة هو نفسه مجموع المومنتات الناتجة عن جميع القوة اللي شكلت هاي المحصلة، صح لو مو صح؟ فاذا انا طلعت المومنت من القوة منفردة، اجي الان للريزلت مالتها اف عدي، الاف عدي والام عدي، شحتاج دي هي المطلوب. اما انا طلعته يبقى فقط الاف اطلعه. الاف شو راح اطلعه؟ بما انه قوه متعدده مو بس اثنين، نستخدم الطريقه اللي ذكرت لكم اياها من الساعه، انه انا اخذ الاف اوف اكس بواحد والاف اوف اي واحد. فالار واي فرضها للاسفل موجب، عندك القوه مجموعه هنا 250 في 2 500 في 3، هذا ترى مو مومنت، لا تدوخون انت حل بتعرفه. ال 250 مو قوتين عندنا، واحدة اثنين فاضربهم في اثنين بدل ما يكتب مرتين فلا تدوخ بيها. ال 500 عندنا ثلاث قوة ضربهم في ثلاثة، خذها واحدة وضربها في ثلاثة، عندي خمس قوة، وبقت عندي ال 400 أحللها إلى اف واي و اف اكس، فأيضا راح تنتج عندي عنها قوة اللي هي 400 ساين 30، هذا ال اف واي. بالنسبة لل اف اوف اكس ما عندي اف اوف اكس غير المركبة الأفقية لل 400، ما عندي بعد غير واحدة، فنفسها هي 400 كوساين 30 طلع عندي 346، طلع حاصل جمع ار اكس طلع حاصل جمع ار واي، اجي الى قانون فيثاغورس اعوضهم طلع عندي الار 227. طبعا الثيتا هنا مطلعها هي زايده، انا ما طالب منك الثيتا بالسؤال، اذا نرجع كومبيوت ذا اكس انترسبت اوف ذا لاين، احنا ما طالبين الثيتا فما نحتاجها ولا تطلعها. طلعت عندك المحصله، نجي الى قانون المومنت ام اي يساوي لي ار واي في اكس يعطيني 1 1 11 الف على 22 على 2200 5 متر، واضح؟ واضح دكتور. اوكي لعد السؤال، ليش اخذ ار واي هنا بالمومنت؟ وما اريد نفس زميلكم يجاوبني، سجاد جاي يجاوبني مو؟ مرتضى انا استاذ. ها مرتضى، اي سجاد ومرتضى لدي البقيه، ليش خذ ار واي؟ كنا نايمين بس فاتحين مايك ورايحين للبيت. هذا لان في فرض القوه اللي اسفل ار واي. اوكي سجاد، ليش؟ ليش اخذنا ار واي؟ ما اخذنا ار محصلة؟ من القوة الاسفل. شنو علاقة القوة بالاسفل؟ ايش تقصد؟ وضح لي اكثر. طيب لو اخذنا ار اكس راح تمر بالمومنت وتساوي صفر؟ قريبا. ليش هو شنو احنا رايدين؟ هو رايد نقطة تقاطع الريزولتات مع الاكس اكسس. هاي فالاكس اذا الافقيه ما تتقاطع مع الاكس اكسس، راح تتقاطع مع الواي، يعني راح تتقاطع خلينا نقول مع الواي اكسس، راح تمثل لي واي انترسبت. هو ايش طالب؟ لا طالب تقاطع اللاين اوف اكشن مال الريزلتنت ويا الاكس اكسس، فالتقاطع هو فقط الواي ينتج عنه. يعني لو كانت المحصله عندي على سبيل المثال خلينا نقول محصله هذا ناتجها هذا الشكل، فايش عندي؟ عندي اف اوف واي مالتها هذه واف اوف اكس مالتها هذا، انا شريط عفوا الاف اوف واي مالتها هذا وهذا الاف اوف اكس، اريد التقاطع مع الاكس اكسس اللي يتقاطع فقط اف اوف واي، فبالتالي لذلك اخذ ار واي في اكس يساوي لي اكس 11000 على 2200 يعطيني 5 متر، واضح؟ يعني ما معناه راح تكون المحصله مالتي بالضبط يكون مكانها هنا المحصله، هذا هي مكان المحصله مالتي اللي راح ينتج ويبعد 5 بالمنتصف، يعني باعتبار هو الجسم ان بالانس فيكون بالضبط بالريزلتنت بالمنتصف تبعد 5 متر. اوكي اكو عنده سؤال على هذا المثال؟ بس عيد هاي الخطوه الاخيره دكتور، الخطوه الاخيره يا خطوه ده هاي مال المومنت، ليش حطينا ار واي؟ اخذنا ار واي
ليش أخذنا RY؟ أخذنا RY وما أخذنا RX. أنا عندي المحصلة هذه، خلينا نقول المحصلة طلعت عندي هذه، بيها F of X وبيها F of Y. إيش مطلوب من عندي؟ مطلوب من عندي التقاطع اللاين أكشن مال الريزولتنت ويا الأكس أكسس ويا الأكس انترسبت. فأنا شو أحتاج؟ أحتاج هسه من أباوع لهذا، أنا بعد المحصلة اللغت ما لي علاقة بها، حللت اثنين، يا هو من عندي يتقاطع مع أكس، فقط هذا الأف أوف واي. F Y وهذا F X. F X من اللي يتقاطع من عتل مع Y مع ال X axis؟ هو ال F Y. لذلك أخذت فقط F Y أو R Y مثل ما يرمزونه، مضروبة بالمسافة X يساوي لي 1.3 على 2200. واضحة؟ نعم دكتور. أكو واحد عندنا سؤال؟ جيد مرحبا. عندكم مطلوب ايضا بيج 7 لكتشر 7 بيج 7 اكزامبل 3. اسوي لكم شير. لكتشر 7 example base 7 page base 7 هذا المثال. وين example الثالث اللي هو هذا؟ طبعا شباب خف واحد ما يدري ليش انا جاي اختار ذني، ذني اللي وصلني عن طريق ممثلكم انه ذني انتم اللي ما فاهمين كشعبتكم. طبعا كل شعبه من الشعب اليوم اللي راح اخذها محاضره أحللها مجموعة من الأمثلة، هذه الأمثلة كلها سوية وراح تكون مسجلة وتنزل على النت يعني حتى تستفادون من عدها. أوكي، إيش عندنا؟ عندنا هذا الشكل، هذا الشكل the plate has a thickness of 0.25 feet and a specific weight of g يساوي 180. شباب قبل ما أبلش بالسؤال، الوقت وصل ل 43 فاعتقد خاف يصير من الزوم يلغي، فمباشره ارجع حتى ذا اللغه ارجع ادخل للرابط راح ارجع افتح من جديد اكمل هذا المثال. يقول عندي بليت الثيكنس مالته خلي يكون 0.25، هذا البليت موضح بالشكل، عندي سبيسيفيك ويت اوف جي اللي هو 180 باوند على الفتك اي، ديترماين ذا لوكيشن اوف السنتر اوف جرافيتي. المطلب الأول إنه أنا محتاج center of gravity اللي هو إحنا نسميه السنترويد إذا كان الشكل منتظم. ثم المطلب الثاني also find the tension in each of the cord used to support it. الكوردات هي هذه 1 2 3 اللي ماسكات من فوق. فنجي للمطلب الأول. المطلب الأول إحنا بالنسبة للسنترويد ما تعاملنا مع موضوع قوة، حتى من أخذنا إذا ترجعون للسنترويد أخذنا تكامل X بالنسبة لل center of gravity من استخدمنا W ما استخدمنا مساحات، قليل أخذنا عليها وحالتنا بهذا الشكل يعني هذه القوة ما تمثل لي فتشي حتى أستخدم الـ DW. هنا هو يشتغل عندي وقلنا أنه هو الأكثر اللي راح يشتغل عندك وحتى لا تصير صعبة عليك. الأسئلة اللي راح تجيك بالامتحان هي تتلخص فقط بالدي في والدي اي، لا دي ام ولا دي دبليو بالنسبه للسنترويد فقط. فايش عندي انا هنا اتعامل مع الدي اي؟ اول ما اجي الرسم هذا الرسم اريد اطلع الشكل، اريد اطلع السنترويد مالته، فاجي وكانما منين اباوع له؟ مو اباوع له من هنا، انا ما باوع للسمك مالته اللي هو عباره عن مستطيل. يعني ست ذات باوع وياي من هذا الجانب من هنا الفيو مالتك تصير نكتبها احسن. إذا تباوع له من هذه الجهة
من هنا فش راح يبين عندك؟ راح يبين عندك عبارة عن مستطيل، وأنا ما أريد السنترويد من هذا المستطيل، لا وإنما أريد من الشكل مالتي، فالشكل مالتي راح يكون النظر إلى من الأعلى. فش راح يطلع عندي إذا نظرت له من الأعلى؟ راح يطلع عندي بهذا الشكل، هذا الآن رسمي اللي هو 16 من هنا 16 من هنا، وهذه عندي معادلة، هذا عندي معادلة. فهنا شجي احنا حتى قلنا شلون نستخرج السنترويد وبالاريا، بالاريا اذا نرجع للقانون مالتنا ترجعون وياي الى صفحه بيجي 3، احنا ايش عندنا القانون؟ عندنا اكس بار بعد السنترويد هو اكس بار في الدي اي على الدي اي يساوي لي بار العفو مو يساوي وواي بار يساوي لي واي بار في الدي اي على الدي اي اللي هو قلنا الواي بار هذه مختلفة عن هذا الواي بار، هذا الواي بار للسنترويد وهذا الواي بار للإليمنت اللي مختارينه للشريحة. فنجي إلى نرجع إلى سؤالنا، سؤالنا عندي أخذت الشريحة عمودية، طبعا تريد تأخذها عمودية أفقية is up to you. هذه الشريحة تبعد عن الواي بار عن الواي أكسس بأكس، وتبعد هذه النقطة السنترويد تبعد عن الأكس بواي على 2، الشريحة كلها طولها واي بس هي تبعد منا لهنا هي واي على 2. ليش واي على 2؟ لان احنا جاي نتعامل هنا هاي الشريحه اللي اخذناها هي شريحه ريكتانجلر مستطيله، هذه الشريحه المستطيله تكون منتظمه فالسنترويد مالتها يكون بالمنتصف فثابته. اذا اخذتها بصوره افقيه الشريحه افقيه الاكس اكسس مالتها او الواي راح يكون هو الواي بار راح يكون واي، واما الاكس ايش الشيء اذا شفوي الدوخ اذا اخذناها بهذا الشكل، خلينا نقول هنا اخذناها بهذا الشكل فالسنترويد مالتي هنا هذا ايش راح يبعد؟ راح يبعد لي من هذه النقطه الى هذه النقطه راح يمثل لي واي مو واي على 2، في حين الاكس راح يمثل لي اكس على 2، الاكس باي يمثل لي الاكس على 2 راح يبعد من هاي النقطه الى هاي النقطه يمثل لي اكس على 2، هاي في حاله افقي. في حاله العمودي لا، انه الواي يصير واي على 2 لان يعني ثابتات ما حتى لا تشبش بيناتهم. المهم نبقى باللي احنا ماخذينه اخذناه بصوره عموديه. مساحه هذا الشريحه هو الطول في العرض، فالطول عندي واي في الدي اكس هو يمثل لي مساحته. الآن أجي حتى أتعامل إيش عرفت أنا؟ عرفت عدي إنه الأكس الأكس بار يساوي لي أكس، هاي الأولى، لأن أنا شو أحتاج القانون مالتي يقول أكس بار في الدي أي على دي أي، أول مطلب أجي للأكس بار، الأكس بار شنو هو؟ يمثل لي أكس اللي هو هذا بعد النقطة السنترويد على الواي أكسس، إيش قلت من هنا يبعد؟ يبعد مقدار أكس. اخليه اكس. اجي للواي بار ايش قد يبعد عن الاكس اكسس؟ قلنا يبعد منا لهنا واي على 2، فالفانكشن مال واي اقسمها على 2. اول مره شلون اجيب الفانكشن مال واي؟ ايش معطى عندي هنا؟ واي اس نص زائد اكس اس نص يساوي لي 4. فهنا المعادله ايش احتاج؟ احولها بدلاله الاكس فتصير واي تساوي لي اف اوف اكس. شلون احولها هذه المعادله؟ خلي شوف يا ريت انا حالي حتى اوريكم اياها. ما موجوده عندي انا نزلت لكم اياها على الجروب شلون صارت. عموما الاكس اس نص تنتقل للجانب الثاني فتصير 4 ناقص اكس اس نص والواي اس نص، اربع الطرفين فايش راح ينتج عندي؟ ينتج عندي واي تساوي اكس اس نص ناقص 4 الكل تربيع مربع الحدانية، راح يصير عندي مربع الأول إشارة الوسط 2 في الأول في الثاني زائد مربع الثاني، هذا اللي تعرفونه. فبهذه الطريقة راح ينتج عندي واي تساوي لي اكس ناقص 8 اكس اس نص زائد 16، طبعا بعد ما ترتبها. فإذا نرجع إلى أنه الواي بار ايش راح تساوي لي؟ تساوي لي واي على 2، فاكس ناقص 8 اكس اس نص زائد 16 على 2، فأحط نص قبلها وصار عندي الواي بار. الآن شو أحتاج؟ أحتاج دي أي. الآن أنا من هذه أرجع إلى قانوني
اكس بار طلعته واي بار عرفته، احتاج فقط الدي اي هذه الجو اللي انت كامل دي اي شطيني يعطيني اي، اذا احتاج الاريا. نجي لا اي تساوي لي تكامل دي اي. طبعا هنا نسوى بالمثال حل كل واحد لوحده، يعني حل البسط وحده وحل المقام وحده وحل هذا البسط ثم بعدين اجى عواطل. تقدر انت لا مباشره مثل ما حلينا بالامثله السابقه، لا مباشره تكتب الكسر وتكمل حلك. فهذا ابتي يعني اي طريقه تختارها انت على اسهل لك وتشوفها اوضح. ايش عندنا الدي اي؟ نريد نطلع المساحه. الدي اي شو تمثل لنا؟ قلنا تمثل واي بالدي اكس. الواي عندنا اللي هي اكس ناقص 8، الدي اكس هي خاصه بالاشتقاق من طبعا. وفتره التكامل منين تكون؟ هذه الدي اكس راح تكون التكامل من هاي النقطه اللي هي تمثل لي صفر الى نقطه 16. فمن صفر الى 16 اكس ناقص 8 اكس اس زائد 16 في الدي اكس. مجرد الدي اكس راح يتوزع على كل واحد من عتهن تكاملهن وتعوض ال 16 والصفر راح يطلع 42.67. ها شباب السلام عليكم. السلام عليكم. الخلل بدنا توقف كل شيء. فما ادري الريكوردينج بعد ما استمر، بس اتاكد من الريكوردينج. لا تخاف مو بس انتم باقيين، ترى انا وياكم، بس يسوي للنت. ها هسه تسمعوني واضح؟ واضح واضح. اي واضح. فالان ورا ما طلعنا الاكس بار قلنا هي اكس، والدي اي احنا نعرفها اللي هي هذه، فصار اكس في هذا اكس. انا بس خل اشر عليه حتى لا تضيع شوي. هذا اكس اللي هو الاكس بار، والدي اي تمثل لي هذه، تمثل لي الدي اي اللي بين القوسين اللي هي نفسها فوق. فالاكس ايش راح يدخل هنا كتكامل رياضيات؟ راح يدخل يتوزع على القوس، تكامل كل واحد من عندهم طلعت لك الاكس بار 136. يعني راح يكون عندك بعد ما وزعنا الاكس صارت مثلا اكس تربيع، اكس تربيع تكامل يصير اكس تكعيب على 3، كذلك بالنسبه ل 8 اكس اس نص زائد 16 وهكذا. هذا الاكس بار دي اي. بالنسبه للواي بار دي اي نفس الطريقه. الواي بار هو شو يمثل لي؟ يمثل لي نص، يمثل لي نص في اكس ناقص 8 اكس اس زائد 16. والدي اي هي اللي عندنا نفسها الفوق ما تتغير. هنا انا شوي كرياضيه راح تصير شوي اصعب، لانه عندك ثلاث حدود بثلاث حدود، فتوزع هاي الثلاث حدود. طبعا الافضل بالبدايه اما النص تطلعها برا كلش، واما توزعها من البدايه على الحد الاول ثم تجي توزع. فالاكس الاولى مضروبه في ذن الثلاثه، بعد هاي الشباب انتم تجاوزتوها مال توزيع على الحدود، ثم يجي الثاني كذلك، وثم الثالث كذلك، بعدين تجمع وترتب الحدود اللي نفس الاس راح يطلع عندك هذا النهائي. طبعا بالامتحان قد تسال هل انا مطلوب مني هاي الخطوات انه انا اوزع؟ نعم مطلوب منك حتى اعرف شلون وصلت لهذه النتيجه، وبخصوص وخصوصا انه الى الان الامتحان الالكتروني، فضروري اعرف شلون وصلت الى هاي الطريقه. فلازم تكتب لي ثلاث خطوات اربعه مثل ما يقولون تعب روحك. طلعت الان عندي الواي دي واي، الواي بار دي اي 136، فما يبقى فقط اعوض بالقانون. اكس بار اجيب الاكس دي اي اللي هو 136 على الدي اي 42، وبالنسبه للواي بار هي 136 على الدي اي 42. واضحه؟ واضح. يبقى نجي الان للمطلب الثاني. هذا الان عندي صار السنترويد موجود، اجي للمطلب الثاني. المطلب الثاني انه انا احتاج، طبعا هنا بعد ما راح ارجع انظر له من فوق، لا انظر للشكل كما هو. عندي تي اي اللي هو التنشن، والتي بي والتي سي ما موجودات، احتاج لاني وعندي الدبليو اللي هو 1920 باوند. شلون عرفته؟ اضرب اللي معطى عندي اللي هو ماس، اضربها بالتعجيل راح يطلع عندي الدبليو. اذا شو احتاج؟ اذا ثلاث قوه مجهوله وعندي قوه موجوده، لو ردت اخذ سميشن اف اوف اكس اف اوف واي يساوي صفر، ينجح الحل عندي وليش لا؟ شو تقولون؟
طبعا السؤال هذا موجه لكم مو انا جاوبه. بس عيد السؤال دكتور. انا عندي الان ثلاث قوى عموديه تنشن مجهوله، وعندي قوه للاسفل موجوده معروفه، فلو ردت اخذ السميشن اف اوف واي يساوي لي صفر حسب الكويليبريم، كويشن اوف الكويليبريم يشتغل عندي لو ما يشتغل اقدر اطلع المجاهيل؟ لا دكتور ما يشتغل. ليش؟ يبقى مجاهيل زايده. ثلاث مجاهيل. احسنت، عاشت ايدك. فبما انه مجاهيل زايده اروح اضطر اخذ المومنت، لكن هنا المومنت اذا اخذت حول نقطه معينه راح تبقى عندي مجاهيل، راح تبقى عندي نفس المشكله. لو اخذت حول زد راح يبقى عندي تي سي وتي اي، واذا اخذت حول السي راح يبقى عندي تي اي وتي بي مجاهيل اثنين. قد ينحل صحيح، لكن راح احتاج فد اربع معادلات او ثلاث معادلات على الاقل حتى احل. لكن لو اخذت المومنت حول الاكسس مو حول نقطه معينه، قلت اخذ المومنت مالت الشكل كله حول الاكس اكسس واخذ المومنت مالت الشكل كله حول الواي اكسس، بهاي الحاله لا راح تقل المجاهيل. شلون؟ هذا الاكس اكسس اذا اخذت المومنت حوله التي سي والتي بي ما لهم قيمه، يعني هنا ماكو لاين اكشن الا بعد، فايش تبقى عندي؟ فقط دبليو وتي اي. فبالتالي معادله ومجهول واحد، الحل جدا سهل. اجي اخذ الدوران حول الواي اكسس، فايش عندي؟ التي اي والتي بي راحن، طلعت فقط التي سي اقدر اطلعها من المعادله. هذه طلعت التي سي، طلعنا التي سي وطلعنا التي اي، ايش بقت؟ بقت التي بي. ارجع الى سميشن اف اوف واي اللي قلنا بالبدايه ما يصير، عندي ثلاث معروفات ثلاثه ناون وفقط التي بي ما معروف، فاقدر اطلعه من المعادله. خلينا نشوف الحل. سميشن ام اوف اكس، ام اوف اكس سوري ايكوال زيرو، فالام اكس حول محور اكس عندنا الفرض حسب انت اللي تريد تفرضه، هو هنا اللي فارضه للاسفل يكون موجب، يعني بهذا الشكل يكون موجب. ف 1920 اللي هو الدبليو بالمسافه مالته، المسافه هاي منين نجيبها؟ مسافه شلون نعرفها؟ بالسؤال ما مطيها، يا ريت بقيه الطلاب يسولفون ما دام عندنا 11 طالب داخل. وياي شباب؟ لا وياك دكتور. منين اجيب هاي المسافه مالت الدبليو؟ من المومنت. اي شلون اعرفها من المومنت؟ هسه هو قال هنا هاي المسافه، هاي المنطقه منها لهنا، منين اعرفها؟ ما مطيني هذا السؤال. هنا الدبليو ما معروف ايش قد يبعد منها ومنها. نجي الى شغله، احنا شنو فائده السنترويد؟ السنترويد يطلع لي المكان اللي يمر به سنتر اوف جرافيتي. سنتر اوف جرافيتي ايش قلنا؟ قلنا هو نقطه في الجسم بحيث تتمركز بيها الريزلتنت المحصله. فاحنا لما طلعنا السنترويد اكس بار واي بار حتى طلع البعد مالت الواي، عفوا مالت الدبليو، فالدبليو راح تتسلط عندي بهاي النقطه، فتبعد منها اكس بار اللي طلعنا 3.2 ومن هنا واي بار اللي هو 3.2. فهو هذا فائده السنترويد. انا ليش اطلع السنترويد؟ حتى اطلع وين مكان الويت بالضبط، وبالتالي اقدر اوازن الجسم اذا اريد على سبيل المثال اسوي في ديزاين معين. فهاي 3.2 هذا اللي طلعته من هنا، فعندنا متساويات. اوكي نرجع للمومنت. فالمومنت عندي الدبليو في المسافه مالته حول الاكس اكسس، وبقت عندي التي اي في 16 طلعت التي اي، حول الواي طلعت التي سي بنفس الطريقه. تاخذ سميشن هنا قال لك اف اوف زد، لانه ايش عندي؟ هذا محور واي وهذا محور اكس، فالمحور الثالث هو زد. سميشن اف اوف زد يساوي صفر، عندك فقط التي بي مجهوله، تي اي موجوده، تي سي موجوده، دبليو عكسهن، فطلعت التي بي الناتج النهائي اللي هو بالباوند. بما انه الوحدات هنا كلهن بال يو اس يونت، فبعد ما يحتاج يتحول الى نيوتن وكيلو نيوتن. واضح شباب؟ اكو احد عنده سؤال؟ دكتور ماكس. جيد. واضح. جيد، بالتوفيق ان شاء الله للجميع. هذه نهايه محاضرتنا، تعدت الساعه الان، وتقدرون بقيه طبعا تلحون الى استماره الحضور قبل ما تنغلق على المودل، وتسجلوا حضوركم.
عندي الحضور فقط 12 طالب، فما أعتقد استمارة الحضور تعلى إلى أكثر من 12. الشغلة الثانية أنه نفس هذه المحاضرة كل شعبة من الشعب الصباحي والمسائي راح ينزلن أربعتهم، كل وحدة ما راح أحل أسئلة مكررة، يعني اللي حليته هسه ما راح أحله لا وي أي ولا وي المسائي، فتقدرون تستفادون من بقية المحاضرات بحل الأمثلة الزائدة اللي تأخذونها. مع تمنياتي لكم بالتوفيق. دكتور سؤال رحمة الوالدك سؤال دكتور فضل. أستاذ بالنسبة لمادة الميكانيك اللي تكون الأسئلة يعني شرح ومسائل أو فقط مسائل؟ فقط مسائل، لكن إذا كان امتحان شفوي فقد يكون شرح. مادة الميكانيك هي مادة مختصة بالمسائل والرياضيات، يعني فقط مسائل؟ فقط مسائل، ما تجيب لك عرف لي الريزولتد. وشي طبيعي، أنت لازم تفهم شنو معنى الريزولتد. يعني على سبيل المثال هسه سؤالي لكم انه شلون اعرف بعد الدبليو، انت لازم فاهم السنترويد شنو هو، تعريف السنترويد شنو هو، شنو السنتر اوف جرافيتي على سبيل المثال. هذا من تقرا التعريف، احنا ما نقول درخه وانما افهمه شنو هو حتى تعرف الحل مالتك. فبعد ذلك الشرح احنا نضيفه اليك، هو ما ضايفينه هيك حتى نضوجك، وانما انا شرحها عرفه بس اضيفه اليك حتى شنو من تجي تقرا الريزلتنت تعرف شنو هاي الريزولتد، ليش انا جاي اقراها مثلا. وجوجل موجود ايضا تقدر اذا انت تزيد معلوماتك. ممنون استاذ ممنون، حياك الله. اكو احد عنده سؤال ثاني؟ دكتور محاضرات راح تسجلين وتنزلين على المودل؟ هذني ذن المباشر راح ينزل على المودل، راح ينزل محاضره رقم 9 هاي مالتكم بارت 1 او شعبه اي، ينزل كلهم رقم 9. طيب امتحان شو وقت الامتحان؟ انتم انا تطبق موضوع الديمقراطيه واتركه لكم، يعني فهو الاولى اللي هو لازم يكون الاسبوع القادم. هذا الاسبوع الجاي عندنا امتحان، هو لازم الرياضيات عندنا يوم عندكم ثلاثة. اي شوفوا لكم يوم للميكانيك. ما يصير الاسبوع مو جاي الوضع؟ انا صراحه ما اعرف ايش قد الحد الاعلى، بعد ما مشيك وي راس القسم، خلي تشيك القسم واشوف ايش قد الحد الاعلى لكم، اعطيكم يوم تتفقون. انا متاكد ما راح تتفقون لان انتم بالميتين طالب، كل طالب عنده فد يوم مناسب، فانا المهم اعطيكم فد 10 ايام تختاروا لكم يوم من عتن بيوم المحاضره، يا اما سبت يا اما اربعاء، واذا ما حددتوا انا احدده. سبت خوش يوم. شو هاي انت قلت خوش يوم، راح تلقى فد 150 واحد يعارضك بالعراق. اوكي اكو سؤال بخصوص الماده؟ سلامتك دكتور، تمنياتي للجميع بالتوفيق، في امان الله. شكرا دكتور.